فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وروى مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار. وللبخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أخ أبو خزاعة. نعم. ويؤخذ من هذا أن هذا ليس قاصرا على عمرو بن لحي، بل كل من غير دين الله، كل من غير دين الله ودعا إلى الضلال أنه يصيبه نصيب من ذلك، فليحذر هؤلاء الذين يحاولون تغيير دين الإسلام وجلب عادات الكفار وأنظمة الكفار المحرمة إلى بلاد المسلمين ويلغون الشريعة أو بعض أحكام الشريعة ويحلون محلها القوانين، ليحذروا أن يكونوا مع عمرو بن لحي في جهنم يوم القيامة، لأن عمرو بن لحي إنما استحق هذا بتغيير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تغيير التوحيد وتغيير الأحكام الشرعية، فكل من فعل هذا الفعل فله نصيب من هذا الذم وهذه العقوبة. نعم. وربما أتوا من حيث أتي، هو استحسنها. نعم، هو استحسنها ودخلت فكره، لأن هذا من باب الفتنة، والإنسان قد يكون على بصيرة وعلى علم، لكن إذا رأى الفتن يتأثر بها، فلا أحد يثق من نفسه. كان عمرو بن لحي متعبدا متنسكا ويعجب الناس بعبادته وزهده، لكن لما ذهب إلى الشام، وهذا نأخذ منه أيضا أن السفر إلى بلاد الكفار من غير ضرورة ومن غير تحفظ أنه قد يوقع في هذا الخطر العظيم. أي نعم.